That's why I walk around with bag and it's full of dockets. Pieces to the puzzle, head to the socket. Let it blow, top versus half roll like a rocket. A warrior, that's why I'm back with these hits. Never let the game always rap with headsets. Never spit a bout in a note that it's really fits. That's why I got the label, don't be missing with the spit. Versus bout three life curses. Rehearsals for the worst, like they even wanna pay me for my sickness. Stressed like a ICU nurses. Just to put my pain in a cage and let the rhymes on the surface. When I hit the stage, what's like, here we go. Flop rubber in the house, everywhere you go. You know, you saw how the case got the clutches, got the mics, make the moves, class A for sure. سهران بعادي بنفسي نفسي بنال عليها خطوات كبيرة خطأ بس وين الخطوة الصحيحة بحاول اعمل رايح رايح وما الطريقة بس سحبي شقينا عشان تهزك الحقيقة سهران بعادي بنفسي نفسي بنال عليها خطوات كثيرة خطأ بس وين الخطوة الصحيحة بحاول اعمل رايح رايح وما الطريقة بس سحبي شقينا عشان تهزك الحقيقة انا مدمن للراب لما مبرنس لكن ادماني لم يضر بالمخ او يسطله زي ما انه البنجو ما بيضرك لما تشربه اقل حاجة يعملها عقلك يوقفه القلب بس لاكو مصولة يعني مبنج لأنه لو حس بالعيش وده بيوقف وانا جبرت اعمل حاجات في يوم ما كنت حعملها مواقف حتى اشفت زول ما بيتحملها افكاري جاضة ما عارف اخيرا من اولها برضو لسه جامد زي زمان وناوي اكملها قالوا الجمرة لما تعوق بتعوق الواضيها مركز الاحساس يتعطل ما في عصاب احس بيها كتر خير المايك بقول الحالة الخاشي فيها لاريكس ما بيعجب ناس الباب بس الشارع بيغنيها سنة حارة زي شبسنا يعني ما بسبب نحاملها بقدر اعبر من غير قيود كده تقول عليها الفلس ضارب صح قدود الجيب بخيط فيها ما قال كان ظروف اسوأ من كده وعادي عشت فيها سهران بعادي بنفسي نفسي بنال عليها خطوات كثيرة خطأ بس وين الخطوة الصحيحة بحاول اعمل رايح رايح وما الطريقة بس سحبي شقينا عشان تهزك الحقيقة سهران بعادي بنفسي نفسي بنال عليها خطوات كثيرة خطأ بس وين الخطوة الصحيحة بحاول اعمل رايح رايح وما الطريقة بس سحبي شقينا عشان تهزك الحقيقة سهران بعادي بنفسي نفسي بنال عليها خطوات كثيرة خطأ بس وين الخطوة الصحيحة بحاول اعمل رايح رايح وما الطريقة بس سحبي شقينا عشان تهزك الحقيقة سهران بعادي بنفسي نفسي بنال عليها خطوات كثيرة خطأ بس وين الخطوة الصحيحة بحاول اعمل رايح رايح وما الطريقة بس سحبي شقينا عشان تهزك الحقيقة